السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ ده أول يوم في السلسلة الجديدة، إن شاء الله هنبدأ نصور فيها. يعني دي السلسلة دي هصور فيها لوحدي، يعني من غير عبد الرحمن، إنما إن شاء الله ممكن أبقى أصور سلسلة تانية معاها، هصور فيها مع عبد الرحمن. ماشي، يلا بينا نبدأ في الفيديو. ماشي يا جماعة، يلا بقى نبدأ. اول حاجه طبعا زي ما احنا متعودين لازم نبدا نجمع خشب عشان نقدر نصنع بيه اي حاجه. خشب ده سر الحياه، سر الحياه في ماينكرافت. ماشي، نبدا نجمع عشان نصنع كرافتنج تيبل. بعد ما نصنع كرافتنج تيبل نبدا ان احنا نصنع بدنا السرير ونصنع بقى كل حاجه. بس طبعا اهم حاجه بعد الخشب الخرفان عشان نجمع صوف ونعمل السرير. ايوه سرير. ايوه انا عايزك، انت تخصني، انت بتاعي. خد يلا هتموت. ماشي يلا، انت عايز تموت يا ولد. موت 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 موت. واخيرا صفة واحدة، عايزين كمان خروفين عشان نجيب 3 صفات. هو البص السرير بيحتاج 3 صفات و3 خشبات، 3 خشبات محللة، مش 3 خشبات مش محللة، يعني مش خشب بالده. بص انت بتضغط على دي، ده ايوه، تجيب الخشب ده تحطه في دي اهو، ده الخشب المحلل اللي احنا عايزينه. نبدا نطلع منه كرافتنج تيبل، ودي اللي فيها بقى كل حاجة، كل الحاجات اللي تقدر تصنعها، كل الحاجات تقدر تصنعها في حياتك. والسرير موجود، سرير 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 اهو، سريرين اهو معايا، 3 خشبات وصوفة، زي كمان صوف، 3 صفوف، صوفتين قصدي. ماشي، نبدأ ندور على خشب، نجمع خشب ولا ندور على خرفان؟ تعالوا ندور على خرفان. خرفان يا خروف يا خروف. طبعا احنا محتاجين خرفان عشان نصنع السرير. وبصوا يا جماعة، هي اخر حاجة في اللعبة ان انت بتلاقي كده بتنزل تحت الارض في مكان كده غريب، بتلاقي فيه اوضة كده تحت الارض وكأنها كان بيت مثلا او حاجة كده، وبتلاقي فيها حاجة كده زي بوابة كده في الارض، بتدخلها بتخش عند تنين كده عملاق، بتقوم مموته وكده خلاص بقى، بيجيب لك النهاية خلاص كده، تخلص العالم تبدأ تخش عالم تاني وتختمه من جديد. فان شاء الله هنبدأ هنصور في السلسلة دي لحد ما نقتل التنين. بس اهم حاجة بقى احنا عايزين خرفان، يلا بينا ندور على خرفان. يا خرفان يا خرفان خروف، شكلها ندخل في الغابة ومش هنلاقي حاجة. لا نحلة، نحل، شوفوا خليت النحل، ايه خليت نحل. بس لو هدناها، لو هدناها النحل ده هيجي يقرصنا، قرصته مسبة اهو، ولو برضه ضربناها هتيجي تقرصنا، احنا مش ناقصين قرف بقى. احنا اهم حاجة خرفان، مش خرفان بقى في المية؟ لا طبعا، ازاي؟ بهزر طبعا يعني. ماشي يلا يلا، شوف الكلب الصغير يا خيوتي، لو كان معايا عظم كنت، لو كنت اكلته عظم هيتروض وهيمشي ورايا، بس مش فاضيين دلوقتي، الليل هيجي واحنا لسه مجبناش خرفان. يلا يلا ماشي يا جماعة، هحاول ان انا اجيب خرفان وارجع تاني. وانا بدور يا جماعة على خرفان، لقيت منطقة التلج دي، معرفش ده ازاي ده، ولقيت الدب. بس على فكرة الدب ده مفترس، لو ضربته هيجري وراك، بس مظنش هلاقي خرفان في التلج. بس ازاي بقى يعني اعمل ادور على خرفان الاقي تلج؟ مبلاش الخرفان، لازم نجيب خرفان. والله العظيم لحد دلوقتي ملقتش ولا خروف، اللي هو الخروف الواحد ده. حاول نرجع للمنطقة الواسعة اللي كنا فيها، غالبا الخرفان بتبقى فيها كتير. يلا هنا ده كهف، هو شكله كهف عميق، عايزين نجيب خرفان. انا مش قادر اجري، بس اللحمة انا كل لحمة ليا، يعني لحمة ليا.
لازم نلاقي خرفان. ليه لازم نلاقي خروف؟ لازم نلاقي ايه؟ مفيش خروف، مينفعش اصنع مني كسوف. يوه خروف برضو، تلج برضو، ايه تلج وملقيناش خروف. طب مفيش خروف في التلج؟ مظنش، ازاي خروف في التلج؟ ازاي الحتة دي برضو هتبقى فيها تلج؟ بس في بقرة، معرفش مفيش خرفان ليه. حاول يا جماعة ادور على خروف. خروف خروف خروف. خلاص يا جماعة لقيت اهو 3 صفات، الحمد لله لقيتهم بعد ما الشمس بدأت تغرب. يلا نصنع سرير ونام على طول. وأخيرا يا الصبح عمال أدور على الخرفان، ولقيت رجعات مش هلاقي أكل. فاحنا دلوقتي السلم مش، يلا ناكل. فاستنى الخرفان دي، ناكل خروف دي. يلا بينا نجرب ندم، لسه مش الوقت. لازم ننام عشان الزومبي ما تطلعش. واخيرا ننام. يا شوف البقر هناك ايه. واخيرا صباح الفل، شمس تيجي تطلع. عايزين بقى نبدأ ان احنا نصنع مثلا بيكاكس ستون. كل ده مفيش ادوات، نصنع بيكاكس خشب قصدي. ننزل نجمع احجار عشان نصنع ادوات من الحجر. ننزل كده نعمل سلم عشان ما نعرفش جوه. اهو ده بيتصنع منه ادوات اقوى من الخشب شوية. مش عايز فحم بقى، فحم جامد بيكسر البيكاكس على طول. بص يا جماعة، اول ما كنت بلعب مايكروفت كنت بتلخبط بين البيكاكس والاكس. الاكس ده اللي هو اللي بيتصنع منه، قصدي اللي بيتجمع منه الخشب، ده بقى البيك اكس اللي هو بيتجمع منه الحجر. ماشي نجمع نجمع كده، اظن كفاية. ماشي نطلع بقى نصنع لنا ادوات حلوة كده، سيف وبيكاكس واكس، وفي حاجات فرعية اللي هي مش مهمة قوي، اللي هو اكس قصدي شافل. شافل اللي هو بتاع اللي بيشيل الرمل، واللي هو الهو بتاع الزرع. سيف ايه ده؟ عصيان عصيان كده. بقى نصنع اكس وبيك اكس كده، معانا سيف واكس وبيك اكس. ماشي تشيل الادوات الوحشة اللي دي انا مش عايزها. ماشي ونلم ادواتنا. تمام كده بقى معانا ادوات حلوة، ونقدر نصنع، نقدر نذبح مثلا البقر، نقدر نعمل اي حاجة احنا عايزينها. ايوه انا لسه بقول نقدر نذبح البقر ضربتين بس، انا بكل نوع نبات خروف يا سلام. تعالي يا فخوخ، بس بشكلك باية طبعا. يا لهوي يا نبأ يا نبأ، ده خلاص ماتش. عايز خرفان في كل حتة. يا لهوي يا غلسين، مكنتوش جيتهم بدري ليه؟ سايبيني عمال ادور. هتهرب مني؟ فكر نفسك هتهرب، فكر نفسك هتهرب. تشرح فات هتموت هتموت. بس كده معانا صوف، بس الصوف ده خلاص معندوش هنحتاجه. وكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية الحلقة، أتمنى تكون عجبتكم. والحمد لله الحمد لله قدرنا نعدي أول ليلة من غير ما يطلع عليها الزوكي ولا يحصل لنا أي مشاكل. الحمد لله دي أحسن حاجة صراحة عملناها. إن شاء الله في الحلقة الجاية هنكمل، وهن يعني ممكن نبقى في الحلقة الجاية ممكن يعني نصنع بيت. والحلقة يعني ممكن الحلقة الجاية نصنع بيت ممكن يعني تقريبا، على حسب بقى ما نشوف. لو الدنيا طلعت حلوة هنصنع بيت، لو ملقناش الوقت مكفي والظروف منفعتش مش هنصنع البيت. وهعلمكم ان شاء الله في الحلقة الجاية ازاي نصنع البيت بطريقة سهلة وكده يعني. وممكن نحفر حفرة في الجبل كده مثلا، اللي هي السلة اللي ورايا دي، ممكن نحفر فيها حفرة يعني. حياة بدائية وكده بقى.
ماشي يا جماعة، كده كل وصلنا لنهاية الحلقة. لو عجبك الفيديو متنساش تدعمنا باللايك وتشترك في القناة لو انت مش مشترك، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا سلام.